السلام عليكم خوتي. نبدا في الفيديو ديال الاجابه على الاسئله اللي جاوني في الفيسبوك والانستغرام. نبداو على بركه الله. السؤال الاول جانا من عند الاخ مراد العلوي كيقول علاش ما كتبوستيش فيديوهات حتى في الفيسبوك من بعد ما كنلونسي الفيديو في اليوتيوب؟ كنلونسي كذلك حتى في الفيسبوك حيت كنعرف باللي كاينين الناس ما كتخليش في اليوتيوب. هادشي علاش كندير بحساب صحاب نجمه 6، دخل البروفايل ديالي في الفيسبوك وغادي تلقى الفيديوهات اللي بوستيتهم ديال اليوتيوب وكنعاود نحطهم في الفيسبوك. مثلا كنلونسي فيديو اليوم في الصباح، العشيه كنبوستيه في فيسبوك، ولا كاع تعطلت كنلونسي اليوم نهار ثاني كنبوستيه في فيسبوك. المهم دائما صحاب نجمه 6 خصني ندير بحسابهم. هادشي اللي كاين، وتحيه ديالي كاخويا مراد وشكرا بزاف. ندوزو للسؤال الثاني اللي كيقول شكرا بزاف على التشجيعات ديالك اخويا محمد، اولا ما عرف المهم غادي يكون محمد حيت داير في الفيسبوك ديالو حصه كنشوف من هنا وراك بطل ديجا درنا حصه ديال كالستينيكس، شكرا بزاف على السيبور ديالك. ندوزو للسؤال الثالث اللي كيقول فيه الاخ عبد الله، متى بدات الكالستينيكس واين ومن كان سندك في بدايتك ونصائح عن الاخطاء في هذه الرياضه، وشكرا لك على ما تقدمه لنا من محتوى واصل بدون فواصل. زوين عندك اخويا عبد الله هذا واصل بدون فواصل. المهم غنجاوبك، امتى بديت الكالستينيكس؟ البدايات كانت في 2015 اش من بلاصه، المدينه ديالي اكادير بالضبط تيكيوين، كنا كنترينو في شي بارات ديال لائحه العوان تما فين طلعنا نيفو والحمد لله باقي مستمر. ومن كان سندك في بداياتك؟ هنا فين غادي نركز مزيان على السند. قبل ما نبدا الرياضه ديال الكالستينيكس، اول حاجه كنت شفت واحد الفيديو ديال التيم تاع باربرز اللي فيه لازار وايفان، بقيت كانت انسبيرا من هاد الجروب ومن ثم بدات البدايه والحمد لله. غنخلي لكم السكرين ديال الانستغرام ديالي هنا باش تدخلوا ليه باش تعرفوا علاش كنهضر، ومرحبا بكم تابعني عندي في الانستغرام. ليتس جو. مشينا على الثاني، السؤال الرابع اللي هو الزازي عبدو عبد الرحيم ديالنا، جا السؤال المره الثانيه تعاود اللي هو قال لي الفيسبوك خالي حيت اغلبيه خدام من جمال 6. هادشي قلتو في الاول وغادي نعاود نقولها، انا راه كنحط فيديوهات في الفيسبوك وكندير بحساب صحاب جمال 6، الا دخلتي عندي البروفيل غتلقى الفيديوهات كامله ملي كنحط. هادشي علاش ردوا دائما البال، راه كنحط الفيديوهات يكونوا على القرص ما تزكلوش حتى شي حاجه. ندوز السؤال الخامس. اييه السؤال الخامس عبد الواحد دان اللي كيقول الحاجه اللي كنقول لك دمت متالق دونت جيف اب، واش فراسك الفيسبوك راه يحتل اليوتيوب؟ الفيسبوك ولا كيخلص بحال اليوتيوب، والفيسبوك كتر حيت نيتش طالع فيه بزاف. تحياتي. هذا ماشي سؤال وانما معلومه، وفي نفس الوقت شي حاجه تقدر تزيد بينا القدام. دخلوا عند خويا عبد الواحد راه كيدير واحد المحتوى اللي هو زوين، اي سؤال سولوه حتى هو غادي يجاوبكم مباشره. دري زوين في المستوى وكيدير شي حاجه اللي هي زوينه وخدمه نقيه. الحاجه اللي فهمت من التعليق ديالو قال بلي الفيسبوك ولا كيخلص اكثر من اليوتيوب. العالم ديال الانترنت خاصك تركز على بزاف ديال لي بلاتفورم بحال فيسبوك انستغرام يوتيوب. فيسبوك كيخلص، دير باج فيسبوك وبقى تحت محتوى وراه غيطلع، ومن بعد غيبدا تخلص اكثر من اليوتيوب. ما درتش بزاف ديال الشروط اللي قاصحين مقارنه مع اليوتيوب. ما كنقولش ما ديروش يوتيوب، وانما ديروا يوتيوب وديروا فيسبوك وديروا بزاف ديال الحوايج. وندوز للسؤال السادس. السؤال السادس ديال رضا باور. خويا الغزال تبارك الله عليك، بغيت نسولك باش كدير مونتاج لفيديوهاتك وغود لاك، كمل راك كاين بالجهد. خويا رضا الحاجه اللي بغيت نقولها لك هي انني كنت كنمونتي التليفون، ما كانش عندي بي سي واحد المده اللي طويله من البدايه ديالي حتى لدابا، من 2018 حتى 2021 ما كانش عندي بي سي نهائيا، كنت باديها بالتليفون. الا كنتي سولتيني على باش كنمونتي واش بي سي ولا تليفون، كنمونتي التليفون حاليا، مازال ما كنمونتيش بي سي باقي كنتعلم. وشكرا بزاف خويا رضا، تنطر عندك ما يتقال، برافو عليك، كمل المحتوى اللي كدير راه زوين وكمل عمرك تحبس، وشكرا بزاف. ندوزو للسؤال السابع. السؤال السابع ديال علي ليكتور. علي ليكتور واش نقريتها مقاده ولا لا؟ المهم علي كنعرفو هاد الدري بطل في المستوى. شنو هي ستريت ورك اوت بالنسبه ليك؟ كيب جوين. خويا علي هاد الجواب راه واضح وضوح النهار، ولكن غادي نجاوبو باختصار. ستريت ورك اوت ماشي هي الكاليستينيكس. الفرق اللي كاين ما بين ستريت ورك اوت والكاليستينيكس هي ستريت ورك اوت كيركزوا على اللعابي يعني فري ستايل، والجسم ديالهم يكون دائما خفيف. بالنسبه للكاليستينيكس تخدم الميسكل
كل عضله بوحدها كتخدم باش تطلع الجسم ديالك واحد الفورمه اللي هي زوينه. وهذا الجواب راه خصو فيديو بوحدو باش نديرو الفرق ما بين كاليستينيكس وستريت ورك اوت. شكرا بزاف اخويا علي على السؤال ديالك، ونتلاقاو شي نهار في شي حصه. ندوزو للسؤال الثامن. السؤال الثامن ديال خويا ياسين. ياسين، شنو خاص رياضه الكاليستينيكس باش تقدم في المغرب؟ واش تيكونوا بطولات الكاليستينيكس في المغرب او لا؟ لا، شنو خاص رياضه الكاليستينيكس باش تقدم في المغرب؟ خاصها بزاف. الحمد لله ان هذه الرياضه باقا شاده الطريق، وكاين امال باللي غادي دير بلاصتها وسط الرياضات العالميه اللي معروفه دابا. السؤال الثاني اللي كيقولوا نيت ياسين، واش تيكونوا بطولات ديال الكاليستينيكس في المغرب؟ هي كيكونوا بطولات ديال الكاليستينيكس في المغرب، بطولات اللي هي مصغره، بطولات اللي هي محليه. بعض المرات كانوا كيكونوا بطولات قبل، ولكن مع جا الكونفينمو هرس شحال من حاجه. راكم عارفين باش دير بطوله راه ما يمكنش يحضروا فيها 5 الناس، ضروري كيكونوا التجمعات. كنتمنوا ان شاء الله من هنا قدام يبداو يكونوا لي كومبيتيسيون ديال الكاليستينيكس. الشيء اللي كنتمنوا اخا ياسين، راه ديجا كانوا كيداروا لي كومبيتيسيون، ماشي ما كيداروش. نتمنوا خير اخا ياسين، وشكرا بزاف على السؤال ديالك. وندوزو للسؤال 10 واقيلا، السؤال 10 الا باقي شاد الحساب. السؤال 10 كيجي من عند زكريا طمزاطي، كيقول برودر كمل، شحال وانت كدير هذا السبورت يعني كاليستينيكس، ايت شحال في عمرك؟ جوج اسئله في سؤال واحد. السؤال الاول كيقول شحال وانت كدير هذه الرياضه ديال الكاليستينيكس؟ الا جيت نحسبها انا ما غاديش نقول لكم شحال وانا كنديرها. البدايه القويه ديالي بدات من 2015، والعمر ديالي دابا حاليا 30 عام. نتوما حسبوها. خويا زكريا شكرا بزاف على السؤال ديالك، تحياتي لك. والناس اللي كيقولوا لك لا حنا عينا ما قدرناش نتريني، ولا انت العمر ديالك 18 عام راه خصك تير مع الطيور، 30 عام وباقي كنديروا هذه الرياضه، راه تحدي بحد ذاته. ندوزو السؤال رقم 11 الا باقي شاد الحساب. الا ما كنتش شاد الحساب اعذروني، راه غير مع اول مره ندير فيديو ديال الاجابه على الاسئله، معليش. السؤال رقم 11 ديال عبد الرحمن بوتشيش كيقول شحال في عمرك ملي بديتي الكاليستينيكس؟ جاوبت على السؤال في الاول، عاود ارجع للجواب رقم 10 ديال زكريا طمزاطي. شكرا بزاف على السؤال ديالك، باش ما نديروش التكرار. ومرحبا، ندوزو للسؤال رقم 12 ديال عمر الشقر اللي كيقول واش كاليستينيكس معروفه بحال الميسكيلاسيون في المغرب ولا لا؟ بالنسبه للميسكيلاسيون اخويا عمر، الرياضه اللي هي قديمه وعندها لي صال ديالها، والكاليستينيكس راه معروفه في دول العالم، والحمد لله ولات معروفه في بزاف ديال البلايص ديال المغرب، ولكن مازال ما تحت ليهاش الفرصه باش دير بلاصتها ديال بصح. انت غادي تعرف بلي هاد الرياضه اكتسحت الساحه ديال الرياضات، هي ملي غادي تدخل حتى هي في لي كومبيتيسيون، وملي غادي تدخل في ضمن الرياضات العالميه اللي معروفه بحال كره القدم، بحال الباسكت. وثاني حاجه، ملي غتلقى بزاف ديال لي بارك اللي كيكونوا بروفيسيونيل، ماشي هادشي اللي كيدار دابا اللي كنعرفو كيكون في الجرادي، كتلقى جعبه، كتلقى هادشي ديال الدراري فين يتعلقوا، ما عنده لا اساس لا راس. هادشي علاش كتلقى بزاف ديال الدول بحال اوكرانيا، بحال الميريكان، بحال فرنسا، يعني الدول اللي متقدمه كتلقاهم دايرين لي بارك بروفيسيونيل، شي حاجه اللي في المتناول واكثر من المتناول، يعني مناسبه لديك الرياضه. واخا تكون ما عمرك عرفتي هذه الرياضه، غير غتقيس دوك البراط غتعلم. وشكرا بزاف على السؤال ديالك. وندوزو السؤال رقم 13 ديال اخ ياسين، راك بطل وتستاهل التشجيع. قال لكم واش يمكن ديروا ليه شي ابوني؟ راه قال لكم زعما واش يمكن ديروا ليه شي ابوني؟ اش كتسناو؟ ملي تشوفوا هذا السؤال خصكم تضربوها بجريه لواحد البوطونه تما حمراء، وضغطوا عليها وضغطوا على الجرس، وما تنساوش لايك لهذا الفيديو نيت، وكومنت الا بغيتوا تشجعونا. ومرحبا باي واحد في العائله ديال الحسن فلوغ. شكرا بزاف ياسين على السؤال ديالك، سؤال في محله. ندوزو السؤال اللي تابعو ديال الاخ بلال. ديجا ترينينا شحال مره في البلاصه اللي كان تريني فيها انا، وديما كنتلقى تما تريني، وعمرك تحبس وراك في المستوى، راك بطل وتستاهل التشجيع. خويا بلال، واش يمكن دير شي فيديو على تجربتك في الحياه مني بديتي في لونطريما؟ قال لي واش يمكن دير شي فيديو على تجربتي في الحياه من بعد ما بديت لونطريما، يعني النمط ديال الحياه ديالك من نهار بديتي لونطريما حتى دابا، يعني الفرق ما بين قبل ما تبدا لونطريما ومن بعد فاش تعرفتي على هذه الرياضه الكاليستينيكس وبديتي. مزيان هذا السؤال وهذه الفكره غنطبقها ان شاء الله. هذا الفيديو غادي نديرو ان شاء الله اخويا بلال،
سؤال في محله وشكرا بزاف على السؤال ديالك. ندوزو لاخر تعليق في هذا البلاتفورم ديال الفيسبوك من بعد وندوزو الاسئله الاخرى اللي جاوا من انستغرام ديال دريس السوسي. قال لي الله يسهل عليك اخويا الحسن وراك كدير محتوى اللي زوين تبارك الله ودخلوا الدراري تابوناو عنده. شكرا بزاف اخويا دريس على السؤال ديالك. حتى انت راك كدير واحد المحتوى اللي هو زوين وحتى الكونسيبت اللي كدير حتى هو في المستوى وكمل راك غادي مزيان وراك كنشوفك وكنشجعك دائما كنشجعك. خويا محمد كيقول انتان ترينيو راه هو عارف هذا السؤال وغادي يشوفه ملي غادي ندوز الفيديو في الانستغرام. مرحبا بك في اي وقت اخويا محمد وقت ما بغيتي تريني ومرحبا باي واحد بغى يتريني الابواب مفتوحه اي واحد بغى يجي تريني مرحبا به. ندوزو للسؤال اللي تبعه. سلام خويا الحسن عافاك كيفاش نقاد النظام الغذائي ديالي يعني النظام الغذائي الخاص بيا ايوب اوباكس. ايوب اوباكس كتشوفني ايوب اوباكس كيقول سلام خويا الحسن عافاك كيفاش نقاد النظام الخاص النظام سلام خويا الحسن عافاك كيفاش نقاد النظام الغذائي الخاص بيا. بالنسبه للنظام الخاص ديالك بالنسبه للنظام ديالك الغذائي اخويا ايوب نقدر نفيد نعطيك الطريق اللي غادي تقدر تشدها باش انت تقاد البروغرام ديال الماكله ديالك على حساب الامكانيات اللي عندك. هذا الشيء اول حاجه يعني اول حاجه هي على حساب الامكانيات ديالك الماديه واش تقدر انت توفر داك الشيء دائما ماشي واحد النهار تقاد البروغرام ديال الماكله والنهار الثاني لا. اذا كنتي قادر انك تقاد النظام الغذائي ديالك باستمرار غتدخل ليوتيوب وغادي تلقى بزاف ديال النصائح. انت حاول تبدا تبدل شويه بشويه وقاد البروغرام ديال الماكله ديالك راه ساهل تبدل العادات السيئه ديال الماكله وترجعها بالعادات الايجابيه اللي هي تكون ماكله صحيه. بداك داك الشيء فرقه اي حاجه درتيها وقاد البروغرام ديالك راه بشويه بشويه تدخل ليوتيوب غتلقى بزاف ديال الفيديوهات كيهضروا على البروغرام ديال التغذيه وان شاء الله كلشي غيتقاد. الا كنتي داير فراسك لهدف انك تقاد النظام الغذائي راه غتقادو. شكرا بزاف على السؤال ديالك وندوزو للسؤال اللي تبعو. سؤال هذا ماشي سؤال وانما تشجيعات من عند الاخ ديالي يونس. شكرا بزاف اخويا يونس على التشجيعات ديالك كنشوفك توحشناك شحال هادي كان كتريني معنا ودابا كاين في كازا فرقتنا الوقت ولكن دائما كيتريني وديما كنشجع بعضياتنا وشكرا بزاف خويا يونس. ليتس جو ندوزو للسؤال الموالي ديال عبدو كاليستينيكس كنعرفو ترينينا ديجا حصص ودري في المستوى. السؤال ديالو كيقول قول لينا خويا الحسن البروغرام اللي متبع انت في لونطريما ديالك كيفاش كتجمع بين الخدمه ولونطريما. المهم الحاجه اللي بغيت نقولها لك اخويا عبدو هي انني في الاول ما كنتش كنقاد البروغرام هادشي في الاول ومن بعد بديت كنقاد البروغرام شويه بشويه كل مره كنبدل. ما يمكنش لك تخلي البروغرام فيكس ضروري خصك البروغرام تبدا تقلبو باش الميسك ديالك ما يولفش واحد النيفو ويبقى عليه. انت راه عارف هادشي ديال انك تبدا تقلب ديما البروغرام وتبدا تعطي لي تشالنج الميسك ديالك. هادشي علاش البروغرام ما كيكونش فيكس ديما فيه تغييرات كل مره كيتبدل. بالنسبه للبروغرام راه واضح يعني كل عضله كترينيها والعضله اللي ترينيتيها البارح راه ما يمكنش ترينيها اليوم كتعطيها الراحه وفي نفس الوقت كتريني حاجه اخرى. شكرا بزاف على السؤال ديالك اللي هو في المستوى. ندوزو السؤال الاخير كي بورتين بالحسن خويا انس شكرا بزاف قال لي كيب وركين بالحسن. شكرا بزاف اخويا انس تحياتي لك. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا بزاف على الاسئله ديالكم ونتمنى انني نكون جاوبت على الاسئله ديالكم بكل وضوح. شكرا بزاف على اللي شاركوا في الاسئله ديال هذا الفيديو وما تنساوش لايك الفيديو واحد كوموند. ان شاء الله جايين فيديوهات زوينين وشي حاجه اللي هي في المستوى ونتلاقاو في فيديو جديد والسلام عليكم.